السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. وشكلنا كده هنعمل سلسلة جديدة اسمها سلسلة شاهد عيان، وعندنا شاهد عيان المرة دي بيكلمنا عن واحدة من أشهر المسلات المصرية، مسلة تحتمس الثالث. المسلة دي مشهورة جدا لأنها أقيمت بشكل فردي، وكانت لأول مرة حد بيعمل مسلة فردية مش مسلتين مع بعض، وهي واحدة من أضخم وأجمل المسلات في تاريخ مصر. وفي عندنا شاهد عيان بيأكد ان المسلة دي اللي عملها تحتمس الثالث لا كائنات فضائية جاية من المريخ ولا أطلانتس ولا تكنولوجيا متقدمة ولا حضارة متأخرة ولا أي شيء. الشاهد المرة دي معانا مش مهندس ومش عامل، ممكن يكونوا دول كدابين، لا ده ملك تاني منافس، مش منافس يعني في على الكرسي العرش انه عايز يبين نفسه أعظم من الناس اللي سبقوه. بيقول ان هو نصبها لان الملك الاول وكان جده هو اللي عملها، وهنا مفيش اي داعي للكذب. يعني انا لو هكذب هقول انا اللي حفرتها، ما هو طالما الموضوع كذب بكذب ليه هقول واحد تاني اللي حفرها او واحد تاني اللي نحتها وانا نصبتها؟ بس ما انا اقول انا اللي نصبتها وانا اللي حفرتها، وكده كده احنا الاتنين لقيناها في الشارع. المصدر اللي هناخد منه معلوماتنا هو كتاب دكتور سليم حسن، موسوعة مصر القديمة الجزء الخامس، بنتكلم عن أعمال وإنجازات الملك تحتمس الثالث. دكتور سليم حسن بيقول لنا هذا: ونجد تحتمس الثالث قد أقام في آخر أيامه على ما يظهر مسلة واحدة أمام البوابة الثامنة في الجهة الجنوبية من معبد الكرنك. هذه المسلة يبلغ ارتفاعها 105.5 قدم، وقد أتي بها من أسوان بعد حفر نقوشها وإعدادها. وقد كان تحتمس يفخر بهذه المسلة على وجه خاص، لأنها تعد المثال الوحيد لإقامة مسلة منفردة لا اثنتين كما كانت العادة المتبعة. وها هو ذا يقول: لقد أقامها بمثابة أثر لوالده أمون رع رب طيبة، فنصب له مسلة في الردهة الأمامية للمعبد قبالة الكرنك بمثابة المثال الأول لإقامة مسلة فرد في طيبة لأجل أن يمنح الحياة. ده الكلام اللي كاتبه تحتمس، قال إن عملها للإله أمون رع وحطها قدام معبده في طيبة قدام معبد الكرنك، وان دي اول مسلة مفرد تتعمل، وان المسلة دي ملهاش زوجي ملهاش جوز، كانت المسلات بتتعمل بالجوز قدام البوابات، دي كانت واحدة بس. وكاتب طبعا نقوش اللي عايز يقراها على الواجهة الشمالية، على الواجهة الشرقية، على الواجهة الغربية، كل نقش مكتوب عليه هو فين. نيجي بقى لشاهد العيان بتاعنا. شاهد العيان هو حفيد تحتمس الرابع، تحتمس حفيد تحتمس الثالث الفرعون او الملك تحتمس الرابع، هما الاثنين تحتمس. طبعا هو ترتيب الملوك، حتشبسوت ماتت، تحتمس الثالث مسك الحكم، وبعدين ابنه امنحتب الثاني، وبعدين تحتمس الرابع، وبعدين امنحتب الثالث، وانت ماشي بالترتيب. فتحتمس الرابع هو حفيد تحتمس الثالث. دكتور سليم حسن بيقول: غير أن تحتمس الثالث قد عجلته المنية قبل أن يرى هذه المسلة مقامة أمامه، إذ قضى وهي لم تنصب بعد، وقد بقيت مهملة بعد موته نحو 35 سنة، لأن ابنه أمنحتب الثاني على ما يظهر لم يكن ميالا لإتمام الآثار التي لم تكن قد تمت إقامتها في عهد والده. ولكن تحتمس الرابع كان يتصف بأخلاق تمتاز عن أخلاق سلفه، إذ كان يميل كل الميل لإتمام وإصلاح الأعمال العظيمة التي عملت في الماضي. وطبعا بيدلل على كده بأن هو اللي عمل سور اللبن اللي حوالين أبو الهول وشال عنه الرمل والكلام ده كله. ومن أجل ذلك اهتم بنصب مسلة جده في مكانها الأصلي، ودون عليها نقوشا طويلة تدل على ورعه واحترامه لجده العظيم. وهي هناخد مثال مثلا في الوجهة الشمالية من اليمين: تحتمس الرابع الذي يقبض بقوته مثل رب طيبة، عظيم البأس مثل منتو الذي جعله والده أمون مضافة على كل البلاد، والذي تأتي إليه البلاد المجهولة وخوفه في نفوسهم، ابن الشمس تحتمس الرابع الذي يضيء التيجان، محبوب أمون ثور أمه ماطي الحياة. في الجهة الجنوبية من جهة اليسار، وده النص اللي يهمنا، تحتمس الرابع بيقول ايه؟ تحتمس الرابع الذي أنجبه رع ومحبوب أمون، لقد كان جلالته هو الذي جعل المسلة الفردية المتناهية في العظام، وهي التي
كان قد أحضرها ملك الوجه القبلي والبحري من خبرع اللي هو تحتمس الثالث، وبعد أن وجد جلالته أن هذه المسلة بقيت ملقاة على جانبها 35 سنة في يد الصناع في الجهة الجنوبية من معبد الكرنك، أمر والدي بأن أنصبها له أنا ابنه والمخلص له، شهادة من شاهد عيان. بتدينا أربع معلومات واضحة جدا. أول معلومة إن كان في صناع شغالين على المسلة، والمسلة دي كانت عندهم حوالي 35 سنة كانت واصلة لهم عند الكرنك، يعني واضح كده إن المسلة بتاخد مرحلتين، مرحلة قطع في أسوان وبعدين بتتنقل للمكان اللي بتاخد فيه، بتدخل في الورش بتاعة المعبد يتم عليها النقوش النهائية وتاخد الزوايا بتاعتها وبعدين تنصب. المسلة دي قعدت في الورشة بتاعتها 35 سنة. بتحصل في أحسن العائلات، ياما مشروعات قومية اتأخرت عشان محدش بيتكلم. تاني نقطة، وهي إنها أكيد بتاعت جده لسبب بسيط جدا. إنها لو مش بتاعت جده كان نسبها لنفسه، هو بيقول جدي العظيم المسلة اللي عملها الملك ملك الوجه والبحري والقبلي من خبرع. واضحة قوي زي ما لو هو عارف ان المسلات دي موجودة من آلاف السنين، طب ما كان بمنتهى البساطة نسبها لنفسه. جده كان هيسرقها، كان قال المسلة التي اغتصبها جدي انا هغتصبها منه. المعلومة الثالثة، وده المهمة جدا بالنسبة لنا، ان كان المسلة دي في العصر الفرعوني كانت ملقاة على جانبها. اللي وقفها تحتمس الرابع، يعني احنا واحدة من اهم الاعمال الهندسية في المسلة، زي ما قلنا المسلة فيها اكتر من عمل هندسي رائع، واحدة نحتها ان حد ينحتها بالزوايا الرائعة دي، اتنين النقوش والرسومات اللي عليها، وطبعا اللي بينقش على صخر لازم يكون بيعرف يقطعه، مش ممكن هكون ما بعرفش اقطع الصخر اساسا وأقوم جاي نحته نحت غائر، يعني داخل في صلب الصخر وشايل منه كميات وأنا ما بعرفش أنحاه وأنا ما بعرفش أقطعه وأنا ما بعرفش أنحته. تالت حاجة هي عملية النصب، إن أنا إزاي بوقف المسلة الضخمة دي بشكل عمودي وقوف حر. دي واحدة من الإبداعات الهندسية. تحتمس الرابع بيقول لنا إن هو اللي عمل الإبداع الهندسي ده، ان هو اللي وقف المسلة. خامس حاجة، ان كان في صناع وكان في ورش خاصة بالمسلات في معبد الكرنك، ودي كانت موجودة في وسطهم، يعني اكتر من حاجة بتبينها شهادة عيان بسيطة لملك من الملوك بمنتهى البساطة. وطبعا هو كاتب كمان في الواجهة الجنوبية من ناحية اليمين ان هو برضو نحتب باسم والده الاله الطيب من خبر راحت، لا اخر سطر في الصفحه، تحتمس الثالث وكان قد فعل ذلك من خبر راحت، تحتمس الرابع محبوب راحت من خبر والتاني من خبر. نيجي لاخر نقطه، زي ما قلنا ان كان في عمال، كان في ورش، كان في تيجان، كانوا يقدروا ينقلوها، كانوا يقدروا ينحتوها، كانوا يقدروا ينصبوها، ما ودي واحدة من أضخم المسلات وأعظم المسلات، واللي هي للأسف مش موجودة دلوقتي تقريبا في مصر. المسلة دي مش فاكر، يا دي اللي فضلت، لا دي اللي راحت لندن تقريبا، كانت في اسكندرية وراحت هدية من محمد علي هناك. وطبعا كون هتروح اسكندرية كمان معنى في عصر في عصر البطالمة، ان البطالمة كانوا عارفين يفكوا المسلة ينقلوها ويركبوها تاني، وزي ما قلنا قبل كده الرومان فكوا مسلات ونقلوها وركبوها، وفي اكتر من حوالي 13 او 16 مسلة مصرية موجودة في قلب روما، وفي واحدة او اتنين في القسطنطينية، وفي مسلات كتير جدا اتاخدت من مصر. مش هنا الموضوع زي ما قلنا تاني، ادي شاهد عيان مش شخص عادي، ده ملك بينسب مسلة لملك تاني اللي هو جده، وهو كاتب عليه نقوشها معاه، وكاتب ان جده اللي حفرها
وزي ما قلنا ان حصل لها ظرف وتركنت، والناس اللي هتركز مرة تانية وتالتة على كلمة انها تركنت 35 سنة على جنبها دي، بص في بلدك او اي بلد تانية لو بنكلم المصريين، كان مشروع مثلا مشروع توشكي بدأ في عصر حسني مبارك سنة 99 ولسه معمول جسر جديد ولا حاجة السنة اللي فاتت، قعد كام سنة واقف، حوالي 30 سنة واقف. وياما مشروعات قومية بتقف وتيجي مثلا وزير أو ملك مش مهتم بالمشروع ده، مش في دماغه الموضوع، فيركن المشروعات، يجي الملك اللي بعده يقول لهم يا جماعة كملوها، وده اللي حصل. مش عايز اطول عليكم، عموما ان شاء الله قريب هنتكلم عن تاريخ المسلات المصرية، ممكن الحلقة الجاية مباشرة ان شاء الله هنقول ازاي فكرة المسلة اتطورت، وايه الادلة اللي موجودة في مصر ان الفكرة بدأت فكرة بسيطة اخدت تتطور واحدة 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 لحد ما وصلت لفكرة المسلة، وبعض النظريات عن دلالاتها الدينية، وإن كنا ما نعرفش، أنت عشان تعرف دلالة المسلة الدينية لازم تركب آلة الزمن وتروح معبد أمون رع اللي هو معبد الكرنك، وتسأل الكاهن المسلة دي بتعمل هنا إيه يا باشا، وهو يقولك فأنت تعرف. غير كده إحنا بنعدي استنتاجات، شيء موجود عليها بعض النصوص بتحاول تفهم منها حاجة، وده ما فيهوش اي مشكلة انك تاخد النص تتعامل معاه، تشوف الابداع اللي معمول في الاثر وتحاول تفهم الناس دي عملت كده ازاي. اوكي، اللي فيه دايما مشكلة انك تتجاهل اللي هم كاتبينه، تتجاهل كل المباني اللي موجودة وكل التاريخ اللي موجود عندك وترميه في صفحة الزبالة وتروح تتخيل تاريخ تاني ما عندكش عليه اي اثباتات او اي ادلة. انا ما كنتش بتكلم عن معبد الكرنك عموما والحاجات اللي فيه، لان كنت عامل حلقة في البداية من بنى معبد الكرنك، ووضحت ان اصلا الحفائر الاثرية بتأكد ان معبد الكرنك ده كان تحتيه معبد من الاسرة المتوسطة، اللي هو الموضوع حاسم نفسه اساسا، ما مش هتيجي قوم عاد يبنوا وبعدين يجي سنسرت يبني تحتيهم، او سنسرت يقول لك لا انا هعمل اختراع جديد هسرق اللي تحت الارض، يحفر ينقش الجدران اللي تحت الارض ويردمها تاني، ده شيء مش منطقي اصلا. فمنطقيا معبد الكرنك بكل اللي فيه مبني في عصر الاسره 18، واتكلمنا في برضه في حته تاريخ نهر النيل الجيولوجي، وقلنا ان نهر النيل بدا يجف من سنه 2400 وبدا ينحدر، فبالتالي في اجزاء من معبد الكرنك، في اجزاء كتير من معابد تانية كانت تحت مستوى سطح النيل في وقت قبل الاسره الحديثه، قبل الدوله الحديثه، الأجزاء دي جفت في عهد الدولة الحديثة، فبالتالي معبد الكرنك بالذات كل قطعة فيه كل حجر فيه أنت متأكد إنها أقيمت في عصر الأسرة 18 جيولوجيا، تاريخيا، حتى وثائقيا، الناس موثقين بنى الحاجات بتاعتهم. اتمنى ان انا اكون اضفت لكم معلومة جديدة، اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، وان احنا نكون عرفنا مين اللي عمل مسلة تحتمس الثالث. والاجابة كالعادة اخر حاجة ممكن تخطر على بالك، وزي ما دايما ما بنعملها في القناة، هو تحتمس الثالث. تخيل، شوف يعني شوف عظمة ربنا في يعني شوف الابداع، يعني اللي بنى اللي عمل مسلة تحتمس الثالث هو الملك تحتمس الثالث. إلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع شاهد عيان جديد.